صباح الخير يا حسن. صباح الخير. ها؟ نمت كويس؟ الحمد لله. عاوزين بقى نخلص الفطار وما نزعلش مننا الدكتور وهب. عارف؟ لو خلصت الأكل ده كله، الدكتور هيخرجك من هنا وينزلك العنبر وسط زمايلك. يلا. عايز أفضل لحالي. هتاكل؟ بعدين. صباح الخير يا ابو علي. ها عامل ايه النهارده؟ الحمد لله. الحمد لله. بس انت لسه ما فطرتش. تصدق انا كمان لسه ما فطرتش. ايه رايك نجيب باتنين تلاته جنيه فول وطعميه ونديها؟ يعني هتفطر ولا مش هتفطر؟ نفطر. نفطر. خد يا عوض ورقة بعشرة. ايه؟ هات لنا بقى شوية بتنجان على فول على طعمية على بطاطس على شوية مخلل على عيش من ابو 50 قرش. ده اذا كان لسه ب50 قرش. يلا روح. انت طيب قوي يا دكتور. ان شاء الله ناس كتير ربنا هيكرمهم على يدك وهتخف وهيدعوا لك. انت ربنا ناعم عليك، هتحس بالناس وقلبك طاهر. بس والله احيانا الاحساس بيبقى نقمه مش نعمه. لانك هتحس بالناس ولا عشان بتتعب لما بتحس بتعب الناس؟ ايوه بتعب قوي، خصوصا لما بكون مش قادر اعمل لهم حاجه، مش قادر اريحهم. ابو علي، وانا هنا عشان انت اللي تحللني؟ انت فاهم غلط. أنا هنا عشان أنا اللي حللك، أنا الدكتور وأنت المريض. ها احكي لي بقى، أنت بقالك قد إيه هتشتغل هنا؟ يعني برضو مش عايز تتكلم. طيب قول لي، أنت ومدام ياسمين متجوزين بقالكم قد إيه؟ عايز أطلع من هنا. لا، ما هو كده مش هينفع، لازم اللجنة تقول رأيها الأول، وأنا كمان لازم أكتب تقريري، وأنت مش عاوز تساعدني. وانا عارف ان انت بريء، واللي عندك ده اكتئاب عميق، عنده رغبة انتحارية، وده غالبا ما بيحصل مع الناس اللي بتبقى درجة احساسهم وتفاعلهم مع الاخرين بتكون عالية جدا. يعني زي ما تقولي كده بتبقى مشاعرهم فياضة، اما بيحبوا بيحبوا بعمق، ولما بيكرهوا بيكرهوا بعمق برضو. اطلاقا النوع اللي زي ده بيتعرض لانتكاسات كتير لأنه ما بيقدرش يتحمل الألم من الناس اللي بيحبهم، وفي الحالة دي يقتل. أقصى حاجة ممكن يعملها إنه يقتل نفسه، ينتحر يعني. أنا متأكد إنه بريء، أنا واثق إنه ما قتلش، وهكتب ده في التقرير اللي أنا هبعته للنيابة. هو لسه بياخد صدمات؟ ما بقاش محتاج لها في الوقت الحالي، بس ممكن الثورات العنيفة ترجع له وأكتر من الأول كمان. عشان كده إحنا محتاجينك تساعدينا. احنا المعلومات اللي عندنا مش كفاية، عايزين نعرف التاريخ المرضي ليه، عايزين نعرف طبيعة علاقته بالناس اللي حواليه، وايه الظروف اللي وصلته للحالة دي. احنا لسه متجوزين من مدة بسيطة، وانا مش هقدر افيدك. هبقى اجي اطمن عليه عن اذنك. لو سمحت هبص عليه. امال مراته اللي بتجيله دي ايه؟ والله يا اخي ما انا عارف، ده انا بسألها عن اي معلومات عنه ارتبكت وهربت. غريبة، ارتبكت وهربت ازاي؟ ادخل. في واحد عاوز يقابل سعادتك بره يا دكتور. مين ده؟ بيقول انه قريب حسن. حسن؟ خليه يدخل. اتفضل يا سعادة البيت. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا سامي الحسيني مدير دار الرحمة للأيتام، ودول ولاد البشمهندس حسن. ولاده؟ ده عبد الرحمن وده عبد الله ودي شيماء. البشمهندس حسن متكفل بيهم، بس البشمهندس ما شافهمش من 7 سنين وهم نفسهم يشوفوه. ده أنا اللي نفسي يشوفها. انتوا كنتوا فين من زمان؟ ده انتوا جيتولي نجدة من السماء. تشربوا ايه يا حبايبي؟ اجيب لكم عصير؟ تشربوا عصير. لحظة واحدة عوض، هات لنا 4 عصير بسرعة وحضروا للزيارة. حاضر. يا اهلا يا حبايبي، يا اهلا وسهلا. ابو علي، ابو علي، في ناس حبايبك قوي جايين يزوروك. قوم، مش عايز تعرف هما مين؟ عموما انا مش هقولك، انا هخليها لك مفاجأة. يلا بس كده قوم اتشطف وغير هدومك، ما يصحش يشوفوك بالشكل ده يا راجل. يلا يا ابو علي يلا. بصوا بقى، بابا تعبان واحنا كنا مانعين عنه الزيارة، بس انتوا بقى هتساعدوني صح؟ صح. مش انتوا عايزين بابا يخف؟ ايوه. عايزكم تلعبوا معاه وتضحكوه، عايزكم كمان تأكلوه. تعرفوا تأكلوه؟ ايوه. انا هسيبكم بس انتوا اللي تقعدوا معاه، مش عاوزه يشوف حد غيركم. هنا في القعدة الملوكي دي وثواني وهتشوف ما يصرك. عبد الرحمن وشيماء عبد الله. توحشتكم. هنا في القعدة الملوكي دي وثواني وهتشوف ما يصرك. عبد الرحمن وشيماء عبد الله. توحشتكم. أظن ما كناش نحلم بأكتر من كده يا دكتور. الحقيقة البركة في أستاذ سامي، هو اللي جاب الدواء. البشمهندس أفضله علينا كلنا. نسيب بقى الولاد مع البشمهندس وتيجي تحكي لنا إيه الحكاية. اتفضل منين؟ اتفضل. طيب.
رحتي له؟ طمنتي على المجرم بتاعك؟ خلف مش مجرم، خلف اتجوزني مش عشان طمع فيا، اتجوزني عشان عارف ان هو ده الحل الوحيد اللي هيخرجني من اللي انا كنت فيه. وبعد ما خفيت طلقني وساب لي ملايين. مين غيره يعمل اللي هو عمله؟ انت عارفه ايه مشكله خلف؟ انه انسان بجد وعنده قلب. خلف اتحطم خالص يا ماما، اتحطم وانا مش عارفه اعمل له اي حاجه. الدكتور النهارده بيسالني بيقول لي تعرفي عنه ايه؟ ما لقيتش حاجه اقولها. هقول له ايه؟ اني كل اللي اعرفه عنه انه بيخرج الذهب المستخبي جوه الارض، ولا ان هو لما حب اختفي من طمعنا خالص جرينا وراه، هدينا البيت اللي بناه وموتنا الانسانة اللي بيحبها. واحنا مالنا؟ هاني هو اللي عمل كده. يفرق ايه هاني عن اللي انا كنت عايز اعمله؟ انا كل اللي كنت بفكر فيه ان انا ازاي اوصله. انا ما بفكرش غير فيه، ما بشوفش غير صورته وهو قدام عينيا بيبتسم لي. انا بحبه يا ماما. ليك يا عم ساعه هنا في الجنينه براحتك، محدش قدك، اهو برضو احسن من حبسه الاوضه. انت تقعد هنا كده معزز مكرم، واني بس هقضي مشاوير ساعة زمن وهرجع لك صور. ايوه كده. السلام عليكم. مع السلامة. عمي جد، لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا يديك طول العمر. عمي والله حسيت انك هنا دلوقتي. اللي جاب ايه اللي جابني؟ ده كلام؟ ليه؟ مالكاش ناس؟ اخوي عارف انك جايني؟ ليه ظروف يا ولدي؟ كده يا حسن اقوم اندع عليك في الفجر القاك مشيت زي عوايدك، خليك مدوخني وراك لحد ما تخلص علي من الزغف عليك. ليه كده يا ولدي؟ جيت لي قدر اللي انا فيه. مين دلك على مطرحي؟ ولد نوسة قابل اخوك وقال له انه قرا اسمك في الجورنال وانك قتلت شيخ جامع عشان تسرق صندوق النذور. دوختني وراك في المراكز والمحاكم لحد ما عرفت مطرحك. روح يا عمي وسيبها للخالق. افتح قلبك لعمك يا ولدي وقول الحقيقة. قلت الحقيقة؟ أنا حقيقة؟ أنت تسرق وتقتل؟ ما دخلاش دماغي دي؟
لو عايز نطلع من هنا عاود البلد. هعاود هعاود لاني عارفك، بس المره دي ترجع وتقعد في وسط ناسك. كفايه حسن، كفايه يا ولدي. الإفادة اللي جت من الاسم اللي بتأكد شهادة السواق، وده تقرير رفع البصمات اللي بيأكد وجود بصمات تانية على السكينة اللي ارتكبت بيها الجريمة. ده غير شهادة مدير دار الأيتام، يعني ما كانش موجود ساعة ارتكاب الجريمة. يعني براءة سعادتك. ولازم القضية دي تتقفل بسرعة، وهي في ملعبك دلوقتي يا محمود. ازاي الحال؟ شوف بقى، انا عرفت عنك حاجات كتير وكلها بتقول ان انت راجل طيب، وبعدين انت لا قتلت شيخ الجامع ولا حرضت على قتله. اي حد كان هيقتله، مش مهم مين. انت مش قلت لي ان نور ملاك ماشي على الارض؟ ايوه الله يرحمه. طب يتقتل ليه؟ أنا نبهته، قلت له مالوش صالح بيه، قلت له أنا اللي قتلت مرتي وعيالي. بس اللي أنا عرفته إنهم ماتوا بسبب الحريق، وإنت ساعتها كنت بعيد عن الحريق. شفتهم والنار جايدة فيهم، ما لحقتهمش. بس ده مش معناه إن أنت اللي تسببت في قتله. واسمه إيه الواد ده يا صابر؟ اسمه فيش يا باشا. هو فين دلوقتي؟ موجود في الطرق عند المقام اللي اتقتل جنبه الشيخ باكر. طب حضر الرجالة وسبقنا في البوكس. يا عشوة حلوة دي يا صابر. كتر ألف خيرك يا باشا. يلا. كرس يالا. عايزكم تعلموا الأدب كلكم. طبيعي عرجت. اسمك يا اسمك اسمك يا عبد الدايخ. اسمك يا انت اهو. محمود باشا منور يا بيه. فيش ازيك يا محمود بيه؟ انت هتصاحبنا يا روح امك. الله، لو في ايه يا باشا؟ في ايه؟ ما عملتش حاجه. انت هتخلص خالص يالا. ما عملتش حاجه يا باشا. كل اللي عندي على البوكس. تعال. فين فلوس يا؟ فلوس ايه يا باشا؟ هتستعبط. هتستعبط اخليهم ينفخوك ويعملوا فيك كل اللي انت عارفه. ها؟ بصماتك على الماطو اللي قتلت بيها الشيخ بكري يالا. ما قتلتوش يا باشا. فين الفلوس يا روح امك؟ ده فينهم هنا يا باشا؟ يا حبيبي هاتهم يالا. اخلص يالا. اخلص. تعال تعال. بتقتل الراجل عشان الهباب اللي بتدفعه بيها الكلب. ما تقتلوش يا باشا. انت هتخلص يالا ولا خليهم يسووك؟ هات الفلوس يالا. اخلص. هات اصابعك. اخلص يالا. اسمك بالكامل؟ اشرف محمد قاسم. علاقتك ايه بالمجني عليه؟ جيران يا باشا، كنت بقضي له مصالح. اكملني يعني، عندي عربية. قتلت المجني عليه ليه؟ ما قتلتوش يا باشا. المطوة دي بتاعتك؟ ولا اعرفها يا باشا. دي عليها بصماتك يا فيشة. ضربوني يا بيه.
عذبوني. الضابط سحلني وخد بصماتي حطها على السكينة يا بيه. أنا كنت عايز أهوشه بس هو اللي مسك فيا وحط السكينة في بطنه. قتلته يا بيه. جعان مش لاقي أكل، لا أنا ولا عيالي. نعمل إيه يعني؟ نموت من الجوع. بقول لك خبطوا على خالي وجوزي خلاص خد براءه. أنا كنت متأكدة. ميرسي يا متر، ميرسي. طب هو دلوقتي يقدر يخرج من المستشفى؟ طبعا حسب مرحلة تسمع، والدكاترة هم اللي هيقرروا. متشكرة قوي قوي، أنا هبقى أتصل بيك. باي. مش قلتلك قبضوا على القاتل الحقيقي وأفرجوا عن خلف؟ كسبنا إيه؟ هيخرج من النيابة هيفضل في مستشفى المجانين. يفضل ده إيه؟ أنا هخرجه من المستشفى. إيه؟ تخرجيه ليه؟ وتوديه على فين؟ هو إيه اللي فين؟ هجيبه هنا. ده مين ده اللي هيجي على هنا؟ ده لا يمكن يحصل أبدا. عايزة تتجنني؟ اتجنني بعيد عني. فاهمة ولا مش فاهمة؟ إذا كنتش عايزة جوزك يروح يتنيلي بيه بعيد عن هنا خالص. أوكي، هشوف مكان بعيد عنك. ياسمين، انتي بتضيعي نفسك يا بنتي، بتدفني روحك بالحياة. أدفن روحي؟ ده كل اللي أنا خايفة منه إن هو اللي يرفض. عين يا عين يا عين، عين يا عيني ويا عين. يا عز على المجروح يقول مجروح، يمكن يقولها لنفسه أو ما يقولش. ويعيني أصعب ما في عذاب الروح، يعذبك ولو عليه ما تهنش. يا أبو علي. إيه؟ فرحان بالبراءة ولا زعلان عشان خطتك في الانتحار فشلت؟ أنا طبعاً كنت متأكد إن أنت بريء، وعلى فكرة أنت لو تحب تخرج ممكن تخرج، وإن كنت بفضل إن أنت تقعد معانا فترة. هسيبك بقى تستمتع بالجو الجميل ده. الله، ده أولادك جم هناك هم. هسيبك معاهم دلوقتي وهنكمل كلامنا بعدين. اتوحشتكم قوي. معلش، اصلك ما تعرفش هما متعلقين بيه قد ايه. لا ابدا ولا حاجه، ده هما دول اللي هيخلوه يتشعلق في الدنيا. خد راحتك. شكرا. الف 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 مبروك على البراءه. متشكره قوي يا دكتور. هما مين الولاد اللي معاه دول؟ دول ولاده. ولاده؟ ازاي يعني؟ ولاده اللي تكفل بيهم. هو ما حكلكيش عنهم قبل كده؟ لا. تسمح بديها في مكتبك؟ اوي اوي، اتفضل. مش انت غفيت؟ تعال بقى معايا. ان شاء الله. الف مبروك البراءة يا باشمهندس. لو سمحت يا دكتور، أنا عايز أخرجه. تخرجي؟ لا، مش هينفع يا مدام. لا ينفع، يرجع البيت، فيها مشكلة. هو لسه في مرحلة الخطر، ممكن يحصل له انتكاسة فجائية ويرجع أصعب من الأول. هيتابع مع أكبر دكاترة متخصصين أو مع حضرتك، ولو ممكن يجيلك العيادة. أنا ما عنديش عيادة خاصة، أنا هنا وبس. ويا ريت حضرتك تقتنع بكلامي وتسيبيه معانا فترة لحد حالته ما تستقر. هنا يمكن المريض ما يلاقيش الرفاهية اللي ممكن يلاقيها في أي مكان بره، بس صدقيني هنا في دكاترة على مستوى عالي جدا. من التخصص يا دكتور؟ قبل التخصص والرفاهية الإنسانية، إنه يلاقي حد يهتم بيه بصدق. هتقدري حضرتك توفري له ده؟ أنا واثقة إن هقدر أوفرها له، ولو حضرتك حبيت تزوره هكون شاكرة ليك، بس أنا مش هقدر أسيبه.
دمتي مصرة مفيش مانع. بعد إذنك يا دكتور أشرف جهز لي أوراقه لو سمحت. أوكي يا دكتور. أبعت لك ليمون ولا قهوة؟ ميرسي يا دكتور. دكتور حضرتك هتتأخر؟ نص ساعة بالكتير. هبعت لك قهوة. يلا حبيبي روح العبوا. فاكر لما جيت لك اول مره قلت لك ليه طلب واحد؟ ما هو ما كانش ينفع اشوفك في محنه زي دي ومجيش، والولاد هم كمان حقهم يشوفوك. اعمل معروف ما تجيبهمش تاني ولا انت تاجي. انا ما طلبتش منك غير انهم ما يعرفونيش وما يسالوش عني. انت كده هتزود همي. همك ليه يا باشمهندس؟ ده انت متعلق بيهم وهم كمان، دول من ساعة ما شافوك بقوا حاجة تانية خالص. ما اقدرش اتعلق بحد، ما اقدرش. اعمل معروف تعمل اللي اقول لك عليه. حاضر. يلا يا اولاد. المرة الجاية هتروح معانا ولا اقول لك خدنا نعيش معاك عندك في البيت؟ احنا والله ما بنعملش دوشه وكمان بنعرف نغسل هدومنا. وانا بعرف اكنس. بحبك قوي يا بابا. وانا احبكم قوي قوي قوي. خلاص احنا هنفضل هنا معاك لحد ما تخف. ايوه احنا مش هنسيبك. تعالى معانا يا بابا. وبعدين يا اولاد انتوا كده هتزعلوا بابا منكم، هو اول ما هيخف هيجي لنا على طول. انا عيان ولازم افضل هنا اكمل علاجي. لا انت مش عيان. ايوه انت مش عيان، انت مش بتحبنا. خدنا والنبي معاك يا بابا واحنا نعمل لك كل حاجه انت عاوزها. وبعدين يا اولاد انتوا كده هتخلوني اندم ان انا جبتكم. يلا سيبوا بابا عشان يرتاح. يلا بوسوا بابا وهو اول ما هيخف هيجي لنا. بجد يا بابا هتجي لنا؟ ان شاء الله. وعد؟ ان شاء الله. هيجي حالا. عد فلوسك يا حسن، احسن تكون راحت كده ولا كده في السكة. مش مهم. المدام مصرة انك تخرج. انا حاولت اقنعها ان انت تفضل معايا. انا كمان عايز اطلع. بس انت لازم تكمل علاجك. اعمل معروف عايز اطلع. حسن انت لسه محتاج للمتابعة. انت عندك حالة اكتئاب شديدة ممكن تدفعك للانتحار. معلش عايز اطلع من هنا. ابو علي انت مش بتقول عليا دكتور شاطر. اديني فرصة عالجك. وعلى فكرة انت لو اصريت ان انت تكمل علاجك ده قرارك انت مش قرار المدام. ده قراري ان امشي من هنا. انت مش عاوز تكمل علاجك، عاوز تكمل هروبك من نفسك، وده خطر عليك وحتى على اولادك. انت ما بقتش عاوز تشوفهم، مش عاوز تعذب روحك بيهم. ما عاوزش حد يتأذي بسببي، ما تعرفش حاجة. اديني فرصة اعرف.
واساعدك. ما عاوزش حد يساعدني. انت مش عاوز تخف، انت عاوز تجلد نفسك على حاجه انت مالكش ذنب فيها. مش لاقي رد، مش كده؟ عشان عارف ان انا بتكلم صح. صح. يبقى تفضل معايا. اعمل معروف. عايز اطلع. ماشي يا حسن، وانا هسيبك تخرج، وصدقني انا هرحب بيك في اي وقت. حضرتك هتمضي على اقرار انه خارج على مسؤوليتك الكامله، وبمعرفتك انه عنده ميول انتحاريه وانه ما زال تحت العلاج. كده هو تحت مسؤوليتك الكامله. ايوه عارف. وحشتيني يا خلف، بجد وحشتيني. هو انت لسه زعلان مني؟ على فكرة انت هتخرج من هنا معايا مع مراتك. خلف انا هفضل جنبك لحد ما تخف وترجع زي الاول. هو انت مش قعدت جنبي لحد ما خفيت؟ أنا كمان أقعد جنبك لحد ما تخف. خلف أنا بحبك، أنا هفضل جنبك لحد ما تخف. أنا وإنت هنعيش لوحدنا بعيد عن كل الناس. خلاص ما بقتش عايزة في الدنيا غيرك. إنت عارف يا خلف، أنا أول مرة في حياتي أحس إن أنا بحب بالشكل ده. طب أقول لك على خبر يخليك تطير من الفرحة؟ انسيني يا بنت الناس. خلف! يا خلف استنى! كملي طريقك لحالك! خلف! يا خلف! كملي طريقك لحالك! ياسمين ما تخافيش، هو اللي مرضيش يجي معايا، هرب في 60 داهية تاخده. مين ده اللي انت مجننة نفسك عليه؟ أرجوك يا ماما، يا رب تخلصنا منه بحق جه حبيبك النبي محمد يوسف عمره وارتاح من السرية دي. طيب يا ماما، كتر ألف خيرك. مالك يا ياسمين؟ في ايه يا بنتي؟ عمالة تهري وتنكتشي في نفسك كده ليه؟ مفيش. سيبيني يا ماما، انتي ما تعرفيش حاجة. ما اعرفش حاجة؟ ايه اللي ما اعرفوش يا بنتي؟ لا يا ماما ما تشغليش بالك، انسي الحكاية دي. يا رب يا بنتي نكون خلصنا من الموضوع ده يا رب.
ابقى يا دليل النور فينا. مدى الأزمان مرضيا رضيا ستبقى يا سليل النور فينا. اللي خربان عشان حبيت خلف. هقول لك بقى يا ماما، انا بحبه بجد، فرحانه قوي ان ربنا حطه في طريقي، ولو كان بايدي اختار بينه وبين اي حد تاني غني كنت هختاره هو. للدرجاتي؟ واكتر من درجاتي. انا كل اللي بتمناه ان اشيل عنه هم واخفف عنه هم زي ما بيخفف عن الناس همومها. يا بنتي انت مش قلتي له انك رحتي له ومرضيش يرجع معاكي؟ هو عايز يفضل طفشان كده؟ ايه اللي ما يعوزناش؟ احنا كمان ما نعوزوش. كان هيجي معايا لو كان عارف اني حامل. حامل؟ ايه يا سنين؟ تفضلي قاعده في اوضتك كده؟ سيبيني لو سمحتي يا ماما. لا طبعا مش هسيب، لازم اعرف مالك. نصيبي بقى. لا مش نصيبك، ده مخك اللي خربان. عشان حبيت خلف؟ هقولك بقى يا ماما، انا بحبه بجد، فرحانه قوي ان ربنا حطه في طريقي، ولو كان بايدي اختار بينه وبين اي حد تاني غني كنت هختاره هو. للدرجاتي؟ واكتر من درجاتي. انا كل اللي بتمناه ان اشيل عنه هم واخفف عنه همه زي ما بيخفف عن الناس همومها. يا بنتي انت مش قلتي له انك رحتي له ومرضيش يرجع معاكي؟ هو عايز يفضل طفشان كده؟ ايه اللي ما يعوزناش؟ احنا كمان ما نعوزوش. كان هيجي معايا لو كان عارف اني حامل. حامل؟ حامل ازاي ومن امتى؟ الحمل ده لازم ينزل فورا. مش هيحصل ابدا، ده هو ده اللي هيرجع لي خلف. يا دي المصيبه السودا، يا دي الكارثه، يقطع خلف وسنين خلف. هتروحي تقولي لابنك في يوم من الايام ايه لما يسال على ابوه؟ مكذوب جاي يطلع الجن مجنني زياده؟ ولا هتقولي له دور على ابوك في الموالد؟ كل اللي بتقوليه ده مش هيغير حاجه. خلف هيرجع وهيشتغل مهندس زي زمان، وابنه هو اللي هيرجعه. افرضي ما رجعش وفضل هايم على وشه، ساعتها هتعملي ايه؟ هدور عليه في الدنيا كلها عشان يرجع ونربي ابننا. لا البنت دي هتجننك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هترجع يا خلف مش كده؟
يا اخوي. يا عم كوباية الحاج ابراهيم. ايه ده؟ انا قلت لها سكر بره يا صباح. يا شيماء، هو قالك السكر بره؟ لا ما قاليش. خلاص اعملي واحد غيره وحطي السكر بره. ماشي. ده ليه؟ ما تقوم تلقط رزق زي بقيه الناس، ولا مستني حد يحط لك الماما في بقك. هاتلي كوبايه شاي يا صباح. الله، كوبايه شاي. يعني طلعت تعرف تتكلم زي بقيه المخاليق اهو. ولا انا اللي فاكراها هربانه منك؟ وهجيب منين يا اخويا حق كوبايه الشاي وانت اجيلك شهر قاعد متبط هنا؟ ولا تكونش ست حته ب50 وراقد عليها كل المده دي؟ بري منك. طب يا اخويا طالما معاك الفلوس دي ما تقوم تجيب لروحك كده رغيف سمين تبر روحك بيه بدل كوبايه الشاي اللي توجع البطن. كوبايه شاي لشوقك. وافك بقى واجيب الباقي ولا خليها معايا؟ خليها معاكي، كل يوم تجيبي لي كوبايه شاي، واما تخلص اديكي غيرها. غيرها؟ تجيب لي غيرها منين يا اخويا وانت مستلوح كده؟ تكونش السما بتنطر عليك فلوس؟ طب انزح بقى، انزح، خدني جنبك يمكن تنطر عليا انا كمان فلوس. ايه النصايب السادة دي؟ لا بقى، ده انت عايش في الدور بس على مين؟ طيب يا بتاع الطيب، يا فرج الله، يا نور النبي. مالك يا أمّا في إيه؟ هيكون مالي، حتة الخرقة اللي قاعدة هناك جنب الحيط دي، قال إيه؟ بيطلع لي حتة صحيحة ب50 من جيبه وكمان مش عايز الباقي. أنهو ده؟ المتلقح هناك جنب الحيطة ده، قاعد يسبح، أقول له قوم في زباين جايين، خد لك رغيف يمكن تطلع لك ببريزة يتنك ولو بوزه. طب وده شغال منه الحال ولا وراه حد؟ وده حد يعرف له؟ اهو من ساعة المولد وهو متلقح جنب الحيط ما بيتحركش الا الميضة وساعة الصلاة. لو الاكادة ايه يا واد؟ انساب مطرحه ان شاء الله بالساعات، محدش يهوي بمكانه. طب وايه؟ مش عايز رغيف؟ ايه طيب؟ قلت له يا اخويا، قلت له ولو ابوزه في وشي وحياة امه، ما هو دايق الشاي بتاعي ومرجع له الفلوس بتاعته. بس 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 بس، انت مالك طايحة كده ليه النهارده؟ استهدي بالله، لو للراجل كوبايه الشاي بدل ما يميل على حد غيري. طب اقطع دراعي من هنا، اما كان مقشط الزباين ليله المولد ودفن اللي قشطه. احنا نقتله على قرشه، بس الاول نعرف هو مخبي فين. يخرب بيتك، ده انت ينفتلك بلاه، انت واد بتدور على الشر المنكش. واحد زي ده يعني يوم ما يمسك فلوس هيمسك ايه؟ قاستك ولا اتنين نقوم نقتله؟ واقتله ليه؟ انا بس هقلبه في القرشين اللي معاه وعلم عليه، وبعد كده خلاص تيتو راحت لستيتر. طب يلا يا اخويا امشي روح عند عربيتك، والحلال كان نافع لما الحرام هينفع. يلا يا بيت هاتي.
اتفضل يا بارك. وادي السكر على جنب، وادي الباقي كمان. ماله ده؟ بقولك ايه يا اخويا، هو انت ما بترجعش بلدكوا ليه ما دام انت متنك علينا قوي كده؟ هو انت منين؟ إلهي تشل في لسانك، ما توعى تنطق طول عمرك. حسيبك النبي يا رب تخلصنا منهم بقدرة قادر. ده ايه النصايب دي؟ صباح. ها؟ هو بيبقى مطرحه؟ هو مين؟ أبو خمسين. إلهي نما يقول. يلا يا شيم. المستشفى بعبالنا، مستشفى تاني. معلش يمكن ربنا عطرنا في دكتور ابن حلال يشوفك ويركب لك جهاز. مش عايزه. ليه بس؟ طب خدي اللقمه دي من ايدي، خدي حبيبه امك، خدي يما. انت مش عايزه تقفي على حيلك وتمشي زي العيال اللي شفتيهم هناك؟ ما دكتور قال ما ينفعش، عمي مش هيستحمل. أعوذ بالله من ده دكتور. تعالي تعالي يا قلب أمك. يلا يلا تعالي نامي، يلا وارتاحي. نامي انتي بقى وأنا هطلع بره أشوف الصابونة دي وأرجعلي. يلا. لا ما تبعديش يا بنتي، ما تخافيش، مش هبعد، هطلع يمكن ألاقي متولي بره ولا حاجة، أخلي يجيب لي الصابونة وأرجع على طول. يلا. بقى يا رب ترزقني بالخمسين جنيه ومعرفش اجيب صابونه. عارفه بس كان ايه اللي نساني؟ ان هلاقي مين في ساعه زي دي بس ينجدني. زينهم طلبني فطوره بقطاع. يلا يا ولاد خدوا ابوكوا وخشوا جوه. وحشتيني يا بت. اخس عليكي كده تسيبيني للبت تبطل لوحدي؟ ده البت شيماء من ساعه ما خدتي عيالك ومشيتي والخوف راكبها لازقه فيا ليل ونهار. اهو بقى اعمل ايه في الراجل الوسخ اللي انا اتجوزته؟ انا طول النهار تعبانه وشقيانه وهو كل اللي على باله بس الزفت اللي بيتعطى طول الليل. الا قولي لي شيماء عامله ايه دلوقتي؟ كنت هاخدها بكره انا والبت بطه ونروح المستشفى، بطل ما لقيتش صابونه، قلت اخرج بره دلوقتي ادور على حد يساعدني. هخش اشوف لك، لو لقيت لك هبقى اجيب لك. تصبح على خير. وانت من اهله يا اختي. ايه
بطنك تعالي. يا حبيبة أمها يا إخواتي بحبها، يا حبيبة أمها يا إخواتي بحبها، يا إخواتي يا إخواتي يا إخواتي بحبها، يا حبيبة أمها حبيبتي بكرة تكبر وتروح المدرسة. مدرسة ايه بقى اللي اروحها برجلي دي؟ ان شاء الله هتروحي المدرسة، هتروحي وهتبقي الألفة كمان. انا سبت الدنيا كلها يا شيم وجيت هنا جولت الست عشانك. انت عارفة يا شيمو كان في واحدة ست عايشة جارة الستين نفيسة، وكان عندها بنت زي كده بالظبط، مرة سابتها لها وخرجت تقضي مشوار. ستين نفيسة قامت تتوضى وتصلي وربنا ألهمها تاخد مية الهدوء وتمسح بيها على رجل البنت. البنت ببركة ربنا رجليها خفت ومشت على رجليها. خلاص نروح للسيدة نفيسة وبلاش المستشفى. احنا هنعمل اللي علينا والباقي على ربنا، وربنا هيكرمنا اخر كرم ان شاء الله. يلا البسي. صباح عاجبك كده؟ ادينا اتاخرنا. يلا يا صباح جاية اهو يا بطة. اتاخرتي كده ليه يا اختي؟ خلاص اهو. مدي بقى هتأخريني على المدام. يا اختي ان كنتي متاخره مدي انت وشوفي حالك. وده كلام برضو، ما هو المشوار واحد. يوه قولي بس ان شاء الله مشواركم يطلع بفايده. والنبي تدعي لنا. والنبي يا بطه. بركاتك يا ام العجايز. يا ست الدخول بالدور، كل واحد بالدور، هدخلكم بالدور. يلا اتفضلي يا ست انت وهي على مكانكم. استغفر الله العظيم. بصي يا ست عشان الدكتور. اتفضل يا دكتور اتفضل. دخول بالطول. اتفضلي يا ست هاني اتفضلي. بشوش يا اخويا، عمال تشخط وتصغر، خلي قلبك حنين شويه على الغلابه. ما كنتش يعني قادر تساعد، الكلمه الحلوه بتساعد برضه. يا تهنيله لسه ما صبحتش؟ لا يابا لسه ما صبحناش. معاك حاجه؟ منين يا عم ناشفه؟ ده انا جايب حق البضاعه بالعافيه. بس ايه؟ امبارح كنت هتحكم على حته عكمه حلوه قوي، كانت هتزقنا زقه. ده زين دارت ولا ايه؟ لسه راح اشوف. معاك يا شيخ، يمكن نطلع باي مصلحه. يا عم انت مالكش في العوق. عوق ايه؟ ده واد شحات شكله رائد على باكو ولا اكتر. ده مقبج البنت صباح امبارح 50 بلبل في كوبايه شاي واحده. يخص مين ده؟ ده لسه لحاله. انا سالت. انت ازاي تسيب البنت لحد ما توصل للحاله دي؟ انا ما سبتهاش يا دكتور. والنعمه الشريفه ما سبتها. ده انا بقالي 4 سنين دايخه بيها في كل حته.
حتى اسالها؟ اسال مين؟ انا اسالك انت، علشان اركب لها جهاز كان لازم تيجي قبل ما عظمها يبقى عجينه كده. ده انت ست. انا ايه بس يا دكتور؟ انا ايه؟ والنبي يا دكتور تساعدني، دوبك فيا ثواب تركب لها جهاز. يركب فين؟ بنتك ما بقاش عندها عظم. يلا يا ست خد البنت واتكلي على الله، مش هنقدر نعمل لها اي حاجه. دخل الحاله اللي بعدها. ربنا كبير يا دكتور، ربنا كبير. انا ما قصرت معاكي في حاجه، وربنا شاهد. يا رب يا رب انت الشاهد يا رب. جريت بيكي في كل حته، وديتك الصحه، قالوا لي ما فيكيش حاجه، وبتاخدي تطعيماتك في مواعيدها. طب اعمل ايه تاني؟ اعمل ايه؟ انا كنت جايبه لك كراسه مخصوص بكتب لك فيها مواعيد التطعيمات عشان ما انساش. اعمل ايه بس يا ربي؟ اعمل ايه؟ انت القوي عليهم يا رب. روحوا من كل الله يا بعض، من كل الله. يلا يا بنتي، يلا يلا. اعمل لك رغيف تبر بيه نفسك. مش عايز. مش عايز؟ مش عايز ايه يا عم؟ ماليش نفس. وانا اقول لك هات يا منو، كل كل. الراجل اللي انت قلت عليه فين؟ ليه بيصلي جوه؟ عايش الدور قوي بروح امه، فاكرها هتخش علينا. طب ما تشوف. مش عايز ودي اخوانا. اخوانا؟ طيب. خليك حضرتك هاني وانا افرق. لا لا لا، انا لازم افرق. تعالى خد لنا رغيفين بدل الشغط اللي احنا قاعدين نعضعض فيه ده. اوبا اوعى على اوعى يا حاج اوعى يا حاج يا مدام. انت اللي جاي لك يا ست الكل. الله يبارك لك، الله يبارك لك يا ست الكل، الله يبارك لك. يا عم هناخد واحد للست، مالك فيه؟ احسبوه الله. حط واحد هنا بقى عشان البت الصغيره. البت الصغيره، البت الصغيره. الله يسلمك يا حسن. الله يبارك يابا. اوعى يابا، ايدك يابا. وحاط ربنا عشان البت. بص انا هريحك من الكيسه دي، انا هفرق، انا هفرق. خلاص هنفرق، قلنا قلنا هنفرق. كم حاربتني شدة بجيشها، فضاق صدري من لقائها وانزعج، حتى إذا يئست من زوالها جاءتني الألطاف تسعى بالفرج. يا بنت، بنت النبي وحياة جدك المصطفى عليه الصلاة والسلام،
تقفي جنبي وجنب ابني. تولوه وخدوا عقله يا ستنا يا مباركة. وحياتك يا ستنا عمره ما سفرت والمصحف دايما على عينيه. خطفوا أهل الأرض. يرضيكي يرضيكي يا ستنا. ولدك ان شاء الله هيخف. ادعيله ادعيله ربنا يشفيه. روحي دار ايتام وتكفلي بولدين وبنت. استغفر الله وان شاء الله ربنا هيكتب له الشفاء. هتكفل بس ابني هيخف. كله بامره. ادعيله وعشان خاطر شهاب تاخدهم. عشان خاطر شهاب. استغفر الله. معاكي نابت؟ كان معايا لحمه وخلصت بس اجيب لك. الجمعه الجايه تجيبي لي رغيف نابت بس تقري سوره الاخلاص على قد ما تقدري تقريها بقلبك. حاضر هقراها. كتر الف خيرك. هاجي الجمعه الجايه ومعايا النابت. يا رب يا رب يا رب. ايه مالك جاي مش قادره تاخدي نفسك كده ليه؟ امسكي امسكي. دي لحمه جاموسي من الغاليه. واحده ست متريشه على الاخر بتفرق اللحمه كانها بتفرق ناب. اللي خد ثلاثه واللي خد خمسه انا والواد زينهم زحمنا وخدنا ست رغيفه. مش عاوزه. ادي شيماء. يعني ايه مش عاوز؟ يعني مش عاوزه. يا صباح مالك معفره ومكفره على الصبح كده ليه؟ مالي في عبي. محدش له دعوه بيا النهارده. انا جايبه اخر اخر. الله 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 الله. ايه يا بنت في ايه مالك على الصبح؟ في ايه؟ سيبها هي تروق دلوقتي. خد يا شيماء خدي كل انت وهي بقى شويه تروق وتاكل. انت راجل حلنجي بشكل. خليت الولية هي اللي تتحايل عليك عشان تديك فلوسها. اللي بتقف كام؟ ده يخشك في ايه؟ ما تقول يا عم وانا اسمك فيهم. ده انت حتة راجل.
ايه نويتوا تقلبوه امتى؟ ايه نقلب مين؟ الليله. وانا معاكم، انا شايفاه بياخد فلوس قد كده من الولايه اللي قلتوا عليها بتوزع اللحم. طب افرضوا بقى بعد ما قلبناه طلعت الفلوس دي دفنها في اي حته، ادفنوا معاه. انا هشور عليه بدف مطرح الليله دي، وانتوا بقى شوفوا هتعملوا معاه ايه. مش عاجب ولا ايه؟ انت امبارح حتى ما دقتوش. دكتور ما عجبنيش. ليه؟ ناقص شاي ولا ناقص سكر؟ ناقص الرضا. رضا؟ ونحطه لك ازاي بقى الرضا ده في الشاي؟ انت حكايتك ايه بالظبط وعايز ايه؟ اللي عايزه قلته. الخمسين جنيه بتاعتك بكره ولا بعده تبقى عندك. عندك بياتة ليا؟ بياتة. ايه نويتوا تقلبوه امتى؟ ايه نقلب مين؟ الليله. وانا معاكم، انا شايفاه بياخد فلوس قد كده من الولايه اللي قلتوا عليها بتوزع اللحم. طب افرضوا بقى بعد ما قلبناه طلعت الفلوس دي دفنها في اي حته، ادفنوا معاه. انا هشور عليه بدف مطرح الليله دي، وانتوا بقى شوفوا هتعملوا معاه ايه. مش عاجب ولا ايه؟ انت امبارح حتى ما دقتوش. دكتور ما عجبنيش. ليه؟ ناقص شاي ولا ناقص سكر؟ ناقص الرضا. رضا؟ ونحطه لك ازاي بقى الرضا ده في الشاي؟ انت حكايتك ايه بالظبط وعايز ايه؟ اللي عايزه قلته. الخمسين جنيه بتاعتك بكره ولا بعده تبقى عندك. عندك بياتة ليا؟ بياتة. عندي. تقدر تدفع؟ ادفع. الليلة ب30. موافق. و60 تأمين. موافق. ماشي. هعمل لك الشاي بالرضا. اما ده حته راجل. في كل ده عوقت ليه؟ ايه اللي حصل؟ الراجل ده مش سهل. ليه؟ ظهر منه حاجه؟ جيت اجرجره ولقيته هو اللي بيجرجرني. قالك ايه؟ طلب مني اشوف له بياتة. قصده؟ ما تعرفلوش قصد، بس شكله دافيان قوي وعامله. شو قلتلكم؟ وده هنخليه يبرز الفلوس اللي معاه ازاي؟ تعملوا اللي تعملوه، انما قالتلي لا. ما تولي، انا بقولك اهو قالتلي لا. ويديني النبي الراجل ده لو جرى له حاجه لاكون مبلغ عنكم الحكومه. وانت بقى من انهي بلد؟ شكل لغوتك صعيدي. ايوه. خد سيجاره. ما نتكيفش منه. معاك حاجه؟ حاجتين. ولا اعرف سكته. انا اعرف. عشرين جنيه كفايه؟ عشرين جنيه يا ابن والدي، دي ما تجيبش سلخ. طيب. تسلم يدك.
وصباح تستنى على فلوسها لبكره. وماله تستنى، احنا خلاص بقينا اهل. حضر انتوا بس القعده لحد ما ناكل. فوريرا. اللي قلت لي اسم الكريم ايه؟ خلف. خلف الله. يا صباح، مش هتاج تاكل معانا؟ تسمع الكلمتين دول وتربط عليهم، عقلك يكون قالك ان صباح ليها في الخبص ولا احنا لا مؤاخذه يعني. الوكل ماله، مال الكلام اللي ملهوش لازمه ده؟ احنا في العيش والملح. العيش والملح والجيره. الديره. الديره. صدق عندك حق، انا اروح عند الاله تيجي تاكل معانا. بركاتك يا شيخ خلف. عارف، انا اتجوزت ابو شيماء شهرين وحبلت. الدكتور قال لي نامي على ظهرك، وطلب منه ما يقربليش. طفش، فضلت مرميه عند امي لحد ما جبت البيت، وحصل لها اللي حصل. جه شاف رجليها وطلقني. كرهت الرجاله كلها. لكن انت لا، انا كنت عايزه اموتك بس حبيتك، ما كنتش عايزه احبك بس انا بحبك.
عملت فيا ايه؟ ها؟ انا عمري ما حصلت لي كده. يلا يلا اوصلك. تعالي تعالي. انت فيك ايه؟ تعالي بس. تعالى هنا. لا لا بلاش هنا، البت نايمة هنا. تعالى في الأوضة التانية. هو أنا اللي دايخة ولا أنت اللي دايخ؟ ها؟ معلش معلش. هي دي الأوضة. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قوم إيه يا عم في إيه؟ عمالها فينا سطلنا وقلبنا وهبا هبا هبع مين؟ ده انا هجيبه لو في بطن ام ودن الحوت. هقتله لو في بطن الحوت هقتله. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش جدك واحدة واحدة. أم أم أنا وقفت. أم 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. جرد الماء بسرعة بسرعة. Oh.
القبر ده مدفون فيه ولي من اولياء الله الصالحين. دورة المية دي لازم تتهد. تتهد؟ المية دي نفسها أذت سيدنا وجت في بيتك. كل يوم ترش قبره بمية الورد وتقري له الفاتحة على كد ما تقدري. أبوس رجلك، أبوس رجلك يا مولانا، ما تسيبنيش، سامحني واعف عني، أنا عمية. أبوس رجلك، بنتي وقفت على إيدك، اعتبرني خدامة تحت رجليك، وحياتك وحياة الغاليين ومقام السيدة نفيسة ما أنت سايبني. أبوس توبتنا. رجلك يا مولانا. اقبل توبتنا وسامحنا يا سيدة. ربنا بس اللي يقبل التوبة مش عبده. يا سيدنا أنا وبنتي أهو عاوزنا نقعد معاك هنا، نقعد نروح معاك آخر الدنيا نروح، بس ما تسيبناش. محدش يفتح باب الأوضة إلا لما أفتحه، ومحدش يكلمني ولا يسألني. عمرك يا سيدنا. بسم الله. حافظة قل هو الله أحد؟ حافظها بس بتلخبط فيها. طب قولي. قل هو الله أحد. ها؟ بعد كده حاولي حاولي. ها؟ أنا عارفاها. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد. لم يلد. ولم يولد. ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. يحفظك ربنا. ما تقفيش على رجليك لا تتعوج، اصبري لما نركب الجهاز. طب ما انا بعرف اقف اهو. هتسمعي الكلام ولا اقول لسيدنا؟ خلاص هات. صباح الخير. صباح الخير يا سيدنا. ايه؟ حفظت سورة الفلق؟ حفظتها بس بتلخبط فيها. قولي وانا هقول معاكي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. ربنا يحفظ. ومن شر النفاثات في العقد. Mm-hmm.
تتعبش تاني. لا 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 يا حبيبتي ما تقوليش كده، ده انت هتمشي وهتجري كمان. طب ما انت امي زعلت. لا امك مش زعلانه ولا حاجه، امك فرحانه، احنا كلنا فرحانين. بص عمك متولي فرحان ازاي. خبط عليه. صباح 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 صباح. اقعدي امال اقعدي، الاحسن يخرج وما يرجعش. ده ما كلش لقمه من صباحيه ربنا، اخر لقمه دخل الجوف امبارح بالليل زي دلوقتي. هو لما عاوز هيطلب. خش نام يا صباح. مش هخش انام يا اخويا، انا هخش اجيب فرشتي واجي انام هنا على عتبه بابه. ويلا بقى مع السلامه، تصبحوا بالخير انتوا الاثنين. كده يعني؟ يلا. صباح الخير يا صباح. طب من اهل اقول لك نميله تحت عقب الباب هنا يا صباح. يلا يا اخوي. يلا زينو. مع السلامه. صباح. 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 قومي نامي. الناس روح الفرشة. طيب طب خلاص خليك قاعد، انا ما اكلتش حاجه من امبارح، اقعد ناكل سوا. عندك ايه؟ عندي الخير كله، خمس دقايق والاكل يكون جاهز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعلا الاولاد بقت حالتهم المعنويه احسن كتير. معلش يا دكتور بقى هنتقل عليكم النهارده. وعلى حسن؟ أنا ماشية في سكته، يمكن يكون هو سابقني، بس أكيد هنتقابل. حكايته دي بجد غريبة جدا. تستغرب يا دكتور لو قلت لك إن أنا كل يوم بحبه أكتر من الأول. والله أنا ما بقيت عارف مين العيان ومين الدكتور. وأنا أول مرة أتعرض لموقف مؤثر زي ده، باين عليه راجل طيب أوي مش وش بهدلة. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يدك على المسند وصيلي. وصيلي. هوبا. بصي. بصي. بسم الله. خير؟ قريب قريب ان شاء الله.
زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى عليها. واحدة واحدة، ها؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، واحدة واحدة، الله أكبر، الله أكبر. تعود عليه مش هيوجعك. المهم ان هو ركبولي وهو مش مصدق. مبروك يا شيمو. زينهم، سيب اللي في يدك وروح هات المأذون. مأذون لمين؟ انت مش كنت عايزه تتجوزيني؟ صح كده؟ Oh.
للاسف في مشكله، الجنين وضعه مقلوب نازل برجليه، وهتحتاج عمليه قيصريه، وهي قلبها ضعيف جدا مش هتستحمل بنك. يعني ايه بنتي هتروح مني؟ محدش قال كده، احنا ادينا لها مضاد للتقلصات عشان ناخر الولاده يوم ولا اتنين لغايه لما نشوف طريقه نرفع بيها كفاءه القلب، وان شاء الله خير. بس انت دايلة بالسلام. ابننا هنربي سوا مش كده؟ هسميه عبد الرحمن عشانك. عبد الرحمن اعطوني خلص. دكتور ايه ده؟ انت مين؟ وازاي تخش المكتب ده من غير استئذان؟ معلش انا خلف الله جوز ياسمين الحقوها تولد حالا. ما ينفعش نولدها، قلبها ضعيف ما يستحملش ولاده قيصريه. مين قال انها محتاجه قيصريه؟ ياسمين هتولد طبيعي. يا حاج ابنك نازل مقلوب، السونار بيقول ان ابنك نازل. اعملوا لها سونار تاني عشان تتاكدوا من كلامي. يلا يا دكتور يلا تعالوا اتاكدوا من كلامي. احنا لسه شايفينها، ما ينفعش حاجه اللي بتقوله دوت. عشان خاطر الحقوها. معلش يا دكتور نشوفها وامرنا لله. ماشي يلا بينا. الجنينة تعادل وضعه، يبقى لازم نحضرها للولادة فورا. يلا بسرعة. مش كده؟ قولي ان بنتي هتعيش. وما تشاؤون الا ان يشاء الله، ادعي لها. يا رب. والله خايف لا افرح تقلبيها غم، علمت قلبي خاف من الفرحة ما بفرح، وانا اللي فاكرني قال اني حافظها صم. اجي اسرق الضحكه اضحك ليه وكيف معرفش. خير يا دكتور؟ الف مبروك، جابت لكم ولد زي القمر، ربنا يبارك لكم. بنتي يا دكتور. هي في الافاقه دلوقتي وشويه تطلع الاوضه بتاعتها، الممرضه هتجيب لك المولود تطمني عليه قبل ما توديه حضن. احمدك يا رب، الف حمد وشكر ليك يا رب. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا من انت كريم. ايه
حبيبي. بسم الله ما شاء الله، الله هو اكبر. قمر، ايه الحلاوه دي؟ امال بابا فين؟ بابا قاعد اهو. طب هاتي يا مدام، لازم يروح الحضانه دلوقتي. بنتي عامله ايه؟ شفتيها؟ هروح ابص عليها ان شاء الله من بعيد. والله كويسه، ده انكتب لها عمر جديد. يا رب. يا حبيبتي الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. كريم يا رب، كريم يا رب، الحمد لله. وإن النفس تغري بالمعاصي إذا راقبت مع الجهل الشباب، شفاعتك الرحيمة أرتجيها، فإن تمن أمنت بها العذاب. يحب الله أن يعفو، فإن لم أسئ أغلقت للغفران باب. يا رسول الله،
يا خير خلق الله يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا أول خلق الله وخاتم رسل الله. الله 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 الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا الله يا الله يا الله. اه يا دي شيماء، انت مش مصدقه؟ طب انا اديلك عليها. يا شيماء شيماء يا شيماء، انتوا ما بتصدقوش ليه؟ ما قلت لكم لسه ما رجعش، لما يرجع هتبقوا تعرفوا كلكم. سايقه عليك النبي تبعتي له يجي، ده احنا بنيجي من اخر الدنيا. طيب يا اختي هبعت له، ولما يرجع هتبقوا تعرفوا كلكم. النبي ما تبخلي علينا يا ست، ربنا يشفي لك بنتك يا رب. احنا ما صدقنا ان فينا حد مبرور. حاضر يرجع هو بس. ده ان رجع مشيتيهم؟ مشيتهم ولسه همشي غيرهم، ده انا عايشه في الهم ده بقالي 5 شهور بحالها. افتكري يا بنت كده يمكن زعلتيه في حاجه. هو انا لحقت اكمنه يعني كبير وانتي صغيره عليه؟ يا اختي تنيلي، ده خلف ده يحق له يتجوز 10 مش 4. يبقى انتي بقى. انا ايه؟ انا كنت عارفه ان خلف مش راجع. يرجع ليه؟ هو حس انه عمل اللي عليه ورضاني، اتجوزني ووقف البت على رجليها. ايه اللي يقعده بقى؟ هيرجع هيرجع ان شاء الله، هيرجع عشانك وعشان شيماء. انت يا بنت مش قلتي انه تعلق بيها؟ ده ولما اكون من صلبه يا ربي يرجع يا وز، ساعتها احس ان ربنا شايل لي فرح لسه. هيرجع هيرجع ان شاء الله، هيرجع عشانك وعشان شيماء وعشان كل الناس اللي عرفته وتعلقت بيه. راجع ان شاء الله. هي كل الناس عايشه في غول. الله يخرب بيتك يا زينهم، انت رجعت تعك تاني؟ خد خد يا عم. يا عم خد ايه بقى؟ بس تعالى خد. عايز ايه؟ اقول لك اصل الشحن خلص. هنعمل ايه بس يا متولي؟ خد يا صاحبي. شفت ادي زينهم الناس اللي راح جاي عليه؟ ده احنا كان هيتفتح علينا باب خير ملوش اخر، ده احنا كنا هنغب غاب يا صاحبي. احنا الفار متسجل باسمنا في الشهر العقاري. ايه ده؟ الشيخ خالف. الشيخ خالف مين؟ الشيخ خالف يا جدع. الشيخ خالف يا جدع. الشيخ خالف. صباح اصحى صباح، الشيخ خالف جه. صباح اصحى، الشيخ خالف جه. الشيخ خلف جه. يا شيخ خلف جه يا بنت اصحي يا صباح، الشيخ خلف جه. بقول لي يا صباح اصحي، الشيخ خلف جه. الشيخ خلف جه. بقول لي الحمد لله على السلامه يا سيدنا. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا سيدنا. الحمد لله على السلامه. 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 عايزك جوه يا شيخ خلف في كلمتين. ايه اللي عملته ده؟ انت فاكرني ايه؟ قصدك ايه؟ أقوم من النوم ملقاكش جنبي وسايب لي فلوس على الكنبة، أنت شايفني إيه بالظبط؟ شايفك مرتي وأنا راجلك والفلوس دي لأنك مسؤولة مني. اللي عملته ما يقولش كده. أنت ما تعرفش أنا حصل لي إيه؟ وزة تتريق عليا وأهل الحتة كلهم يجيبوا في سيرتي، عروسة عريسها يسيبها يوم الصباحية ويهج. أنا عملت فيك إيه عشان تعمل فيا كده؟ ده أنا حبيتك. كان غصب عني. هو ايه ده اللي غصب عنك؟ كان لازم الحقه. تلحق مين؟ ولدي. انت عندك ابن؟
خلقك راح للي خلقه. يقطعني يا اخويا يقطعني يقطعني، حقك عليا. طب ما قلتليش ليه كنت شلت معاك الهم؟ ما تعودتش اوجع اللي احبهم. ليش قبل كده انك انت عندك ولد ولا انك متجوز؟ هي لسه على ذمتك؟ طلقتها قبل ما اعرف انها حبلة فيه. يعني اتأخرت كل ده ليه؟ يعني انا اعرف ان العزا بيبقى يوم ثلاث ايام. كنت عواسي نفسي، رحت المكان اللي ارتاح فيه. قدري اني ما عايش ليش ويل وعذابي ان اشوف اللي احبهم يموتوا مرتين، مره في خيالي ومره قدامي، ومش قادر اعمل لهم حاجه. وانا قدري اني بحبك بجد يا خلف. عليك النبي ما تعيط. سيبيني الحالة دلوقتي، سيبيني الحالة. هتعملها تاني وتسيبني؟ العلم عند الله. هتعملي ايه؟ العلم عند الله. هفرش هنا وانام لك على عتبة الباب عشان ما تسيبنيش وتمشي. ما تاكلي لوحدك وانت صغيرة. امك غيرانة منك. ما تزعليش، هوكلك انت كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ماله؟ أنا كمان صغيرة. الناس يوماتي جاية بتسأل عليك، محدش مصدق إنك مسافر، فاكرني حيشاك عنهم. ما تقوليش لحد. ليه؟ ده ناس غلابة قوي وعشمانين فيك. تحرمهم ليه من الفضل اللي ربنا مديهولك؟ طب تصدق بالله فيهم ناس غلابة قوي مستاهلين الكلمة الحلوة، ما تبخلش عليهم بيها. ايوه يا بابا، وفي ناس زيي بتقعد تيجي وتبص عليا عايزين يمشوا زيي. ليه باب ليه اول وملهوش اخر؟ ربنا وحده اللي يعلم اخرته ايه. اخرته خير ان شاء الله. هو انت بتعمل حاجه تغضب ربنا؟ حاشا لله. هو النبي عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه والسلام، النبي مش قال ان ربنا خلق ناس يحلوا مشاكل الناس ويساعدوهم؟ ان لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حبب الخير إليهم وحببهم إلى الخير، هم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. ربنا يوعدنا. يلا كملوا. Thank you.
السلام عليكم. هو شيخ خلف هنا؟ يا امال احنا ملمومين على ايه؟ ده بيدخل واحده وعشرة. لا ويا ريت يدخلنا. على الاقل هو احسن من غيره، لا بياخد ابيض ولا اسود، ولا تحطيه في الصندوق بيرضى بيه. بس سيبوا باتي. لا اله الا الله. انا بس كنت عايزه ابلغه ان ربنا استجاب له دعائي. طب وانا هدخل له ازاي؟ طب سلام عليكم. عليكم السلام. ست الكل، ست الكل، كنت عايزه الشيخ خلف صح؟ بس الناس بيقولوا مش هعرف اقابله. عيب، ثانيه واحده وادخلك. لا 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 خلاص، هو زمانه عارف. بس ممكن تديله النبت ده؟ انا وقت هجيبه له. نبت وعربيه وست الكل. ولو ممكن تديله دول كمان؟ ست الكل، ست الكل. السلام عليكم. اتفضلي يا امي. وانت يا بنتي خدي زي ما انت عايزه. واحده كفايه. اديك حشتي نصيبك بيدك. كان حيجيلك عدسين بدل واحد. انت صدقت يا حجة؟ يعني لو جالك عريسين هتتجوزيهم التنين؟ لا، عشان تختاري. كفاية عريس بس يجي يا سيدنا. عتصوم يا منى؟ رمضان، بصوم رمضان. هتعوضي؟ ما بتعوضش يا سيدنا. عليك ديون كتيرة لازم تسدديها. تصوم اثنين وخميس وتجري سورة الأنعام وياسين قبل ما تدخلي سريرك، وتفتح عينيك على سورة الإخلاص، والفرج من عنده إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. أيوة يا منام، انت قلتي لي فين بيت الشيخ خلف؟ اخش يمين من صلاح سالم. طيب. يمين في يمين. طيب اوكي، انا هبقى اكلمك بعدين. مع السلامه. لا اله الا الله. مع السلامه. استاذ محمد من فضلك هنخش يمين في صلاح سالم. خلصنا يا متولي. علوا صوتكم، علوا صوتكم كمان عشان سيدنا يحلف ما يشوف حد فيكم. كل واحد في دوره. ما تشخطش فيهم كده، محدش يحط في الصندوق ده اكتر من 5 جنيه. اللي معاه جنيه زي اللي معاه 5، كل واحد ومقدرته، واللي مش هيدفع برضه هيدخل. والله يوم ماتي بقول لهم كده. قلت لكم كده ولا لا؟ ما تنتهوا. الله، وبعدين يا متولي شوف مين عليه الدور ودخله. يلا بتوع بني سويف، يلا يلا اتكلم مع الناس عادي. تمام. ذنبها ايه؟ هي مين يا سيدنا؟ اللي رميتوها هي وولادها في عز البرد. انتوا ايه؟ قلوبكم قاسية كده ليه؟ كارهين نفسكم ليه؟ مش قادرين تحبوا غيركم ليه؟ صلاة ايه اللي هتصلوها؟ وتقول ايه اللي هتربوها؟ ربنا فين من اعمالكم؟ يا ترى القبلة زي ما هي ولا غيرتوها؟ علوا صوتكم، علوا صوتكم كمان عشان سيدنا يحلف ما يشوف حد فيكم. كل واحد في دوره. ما تشخطش فيهم كده، محدش يحط في الصندوق ده اكتر من 5 جنيه. اللي معاه جنيه زي اللي معاه 5، كل واحد ومقدرته، واللي مش هيدفع برضه هيدخل. والله يوم ماتي بقول لهم كده. قلت لكم كده ولا لا؟ ما تنتهوا. الله، وبعدين يا متولي شوف مين عليه الدور ودخله. يلا بتوع بني سويف، يلا يلا اتكلم مع الناس عادي. تمام. ذنبها ايه؟
هي مين يا سيدنا؟ اللي رميتوها هي وولادها في عز البرد. انتوا ايه؟ قلوبكم قاسية كده ليه؟ كارهين نفسكم ليه؟ مش قادرين تحبوا غيركم ليه؟ صلاة ايه اللي هتصلوها؟ وتقول ايه اللي هتربوها؟ ربنا فين من اعمالكم؟ يا ترى الجبلة زي ما هي ولا غيرتوها؟ والواد الغلبان ده ذنبه ايه يشيل ذنوبكم ويتعذب بيها؟ قصدكم امينة دي ايه؟ ام عندها يتامى مشيتوها من البيت عشان تجوزوه. عرفتوا تجوزوه؟ شايفين الدمامل دي؟ دي من دعاها عليكم، ومش هي بس اللي هتدعي، انا كمان هدعي عليكم. لا 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 يا سيدنا، ترجع بيتها حالا ونعوضها عن كل اللي جرالها. بس والله ما احنا السبب، الشيخ جمال قال لنا. قال اللي قاله، حديته ماسخ ملوش عازه. توعتوك ايه؟ عقولكوا كانت فين؟ سامحنا يا مولانا. بعد روحوا لها وحبوا على قدها يمكن تسامح. غور بركاتك يا سيدنا، بركاتك يا سيدنا، بركاتك يا سيدنا، بركاتك يا سيدنا. المعلم حمودة جوه جنب باب سيدنا، لو قعد اكتر من كده يا سوار دنيا قتيل. تعال سيدي المعلمين جوه جنب باب سيدنا لحد ما اللي جوه يخرج وتخش انت. اتفضل اتفضل. معلم حمودة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برضه. أنت بتشتغل مع الشيخ خلف؟ الحمد لله. قل له الحاجة زهرة الشريف عايزاك في كلمتين. للأسف سيدنا ما بيخرجش يقابل حد، عايزة تقابليه تقف تستنى دورك. قل له الحاجة زهرة عايزاك. قول له انت بس الحاجة زهرة عايزاك في كلمتين. انا هقول له، بس انا عارف، بس هقول له.